نجحت شركة بلو أوريجين الأمريكية أمس الأحد في إطلاق صاروخ شبه مداري وفي هبوطه بشكل عمودي للمرة الرابعة، كما أعادت الكبسولة على متن الصاروخ، فيما تم عرض مراحل عودة الصاروخ للمرة الأولى بالبث المباشر. وتمت عملية انفصال الصاروخ المسمى نيو شيبرد عن الكبسولة بعد أن وصل الصاروخ إلى ارتفاع 101، كما كان متوقعا في غضون 4 دقائق. وفي نهاية المطاف هبط على الأرض بشكل عمودي بعد 8 دقائق من إطلاقه، وبعد دقيقة واحدة نجحت الكبسولة في الهبوط. هذا وقال مؤسس الشركة جيف بيزوس إن صاروخ نيو شيبرد سيتمكن من حمل ركاب الذين يدفعون الأموال للقيام برحلات فضائية بحلول عام 2018.